شاء الله تكوني دايما انتي الاولى. يلا نبداو، ولا تيتجمعوا الناس على بركة الله. منورة الشاشة الأخت اللي كتقولي وجه كل حبوب، حبيبي ديالي دو من شي حبوبات هادو شامات خالات اليوم، كنت غنديرهم طبيعيين ولكن ما صدقتش ليا. اختي حيدي الفلتر، يبان لك اولا ما ديرش فلتر، ما ديرش فلتر، هذه اول حاجة. ما شاء الله منورة حبيبتي، النور نورك. واو اخيرا، يلا الغزالات بداو على بركة الله. ما غاديش نقدر نهضر بزاف، ما نحاول نجاوب على اسئلتكم. الناس اللي مهتمين بطريقة ديال تعليم الميك اب طرق سهلة واضحين. اختي واش دايره الفيلر؟ اوكي بداو، نبداو البنات. كنبغيك واش دايره الشفار؟ وي اختي دايراهم هادو البيرمانو، وبغيت نحيدهم وخفت نطير رموشي معاهم الاصليين. دابا تحيد شويه وبقى شويه، علاش مبقيتيش كتهلاي في راسك بحال قبل؟ واش باش نخسر كيف الطياره؟ تبارك الله، اكثر من شنو؟ شنو بغيتيني ندير في نظارك؟ ماليا في راسي، ماشي ماليا في راسي، فوتها ليا في راسي. شنو بغيتيني ندير في نظارك؟ يعني شنو نلبس ديامون ولا نلبس زيف فقير ديامون؟ عادي الانسان راه في دارو. ركزينا العينين، نركزوا على العينين. وعلى هادي ماما ليش في راسك؟ شنو بغيتي انا اختي ندير؟ نلبس نختار طياره في اللبس؟ راه بنادم راه كيكون واحد لي لايف هذيك النهار وحده في الكوزينه وحوايج في جافي، انا ممكنش لي نلبس غير حوايج فيهم جافي في الدار. كحاجه فيها جافي كنحيدها ولا لوحها ولا ما تعصبش راسك معاهم. وحق الله العظيم شنو سميت الفلتر اللي دايره اختي؟ انا ما دايرهش فلتر، انا ما دايرهش فلتر. عمي قال يا كتقولي ما دايرهش فلتر، كيقول لك ديري حيدي الفلتر. وفهموا انتي قمة جمالك اختي انيقه. اوكي ما غاديش نرول لايف، الناس اللي مهتمين بالميك اب يبقاو معنا، الناس اللي ما مهتمش بالميك اب حيت اللايف خاصو يتحط في اليوتيوب. كيف خاصني نسجلو؟ غادي يكون تسجيل ديال اللايف. الناس اللي باغين يتعلموا واعملنا كل اللي جاي يشمك. اوكي غادي نحاول نحط الفراش من حدايا باش نحكي لك شي براتيك ما نوحلش. غادي نحتاج الفرشه هي الاولى هادي. يعني ملي كتبغيو تماكيو تحطوا داكشي اللي غادي تخدموا به يكون قريب ليكم. شوفوا دايره هاد البواني علاش؟ باش مثلا ما كتعرفوا مع الميك اب غنبغي ندير هكا ندير هكا، فخاصني نبغي نتحرك نبقى دايره فحال هكا باش يكون ليا ساهل. جميله ما شاء الله، غديري لايف في الوقت اللي غنخرج، ماشي مشكله حبيبه سيري خرجي. انا لايف اصلا غادي نحطو من بعد تقدري تفرجي فيه في اليوتيوب. اول خطوه البنات اللي هي كنبداو بها حيدي الكومنتار، بدايه الزين. اوكي اول خطوه البنات اللي هي مهم، الناس اللي مهتمين راه كتمشيو كديروا لي فورماسيون بالفلوس باش كتمشيو ديروا تحضروا الماستر كلاس. اعتبروا راسكم في ماستر كلاس وقدامكم الاستاذه ديالكم كتقريكم. اول خطوه البنات اللي كنحتاجوا ليها، البشره طبعا خاصها تكون نظيفه ما فيها حتى شي حاجه، خاصها تكون نقيه مغسوله ما يكون فيها حتى شي حاجه يعني والو. اوكي اش كديري لوجهك نقي ما شاء الله؟
حبيبي ديالي شوفوا، ما كايناش بشره خاليه من العيوب، ضروري يكون عندك هكا خالات، هادشي سي نورمال. يعني هادشي من بعد عناء كبير، من الوصفات بعد عناء كبير، ميزوثيرابي، يعني باش تكون بشرتك خاليه من الميك اب خاصك تكوني متبعه مع طبيبه، ولا كديري الميزوثيرابي، ولا كديري بي ار بي، المهم شي حاجه اللي كتعالج البشره. تعالق زوينه ما كتقرايهمش، فطوم حرام عليك حبيبتي، والله ما ركزت فطوم باش كتغسلي وجهك. حطيت لكم واحد ستوري وقيله البارح، وريتكم باش كندير ماكياجي وباش كنغسل، كنغسلو بلا غوش بوزي، بلا غوش بوزي. اول خطوه البنات غادي نبداو، يلا غادي نبداو في الميك اب باش ما تشتتوش لي الانتباه، نقدو نركزو. الا كان شي تعليق خليو لي الاسئله، غتسولوني في الميك اب والدرجات وهذا الشيء اللي غادي نديرو هادشي. اوكي ما تبقايش تعوجي في الهضره اختي، انا هكا عجبك مرحبا، ما عجبكش اختي خرجي الله يرضي عليك، ما توتريني ما والو. انا دايره اللايف على قبل الناس اللي طالبين ميك اب وشحال من يوم هما كيتسناو فيه، اللي ما مهتمش بالموضوع لو سمحتم تخرجوا. كنظن انا بغيت ندير الميزو ومستردده، نو كنصحك به وبزاف. والبنات عافاكم ما تبقاوش تديو على الاشهارات، وكنعاود نقولها الاشهارات ما تبقاوش تديو عليهم، تقول لكم ان هادي انا وجهي صافي، انا هادي اقسم بالله كلشي كذوب، كلشي كذوب، كيبان لكم كذاب. لي مرا ونص طلع هكا بلا فلتر وما دير حتى شي فلتر وتكون على طبيعتها، ما كاينش وجه ما فيهش عيوب، وكنعاود نقولها ما كاينش وجه ما فيهش عيوب. الشيء اللي ما فيهش عيوب غيكون فيه النمش، اللي ما فيهش نمش غيكون عنده لي ستغن، اللي ما عندهاش لي ستغن غادي يكون عنده ديطاش ديال الحبوب، يعني موضوع منتهي. البشره شوف راي انسان من بعيد غادي يبان لك زوين، ولكن ملي غتقرب او لا يحيد الفندق تاع ضروري البشره راه مشاهير وكبار وما تشكون البشره ديالهم ما كتكونش خاليه من المشاكل. يعني ماشي يسحب لكم الناس ديال السوشيال ميديا انهم بارفي وانهم حياتهم يعني مزيانه وجههم صافي، لا كاين اللي وجهها شعره حرش دايره الكيراتين، كاين ما غاديش يصوروا لكم الحوايج الخايبين، فهمتوا؟ فانا ملي كنهضر معكم كنهضر معكم بحال خواتاتي، انا بشرتي فنه، بشرتي عاديه، يعني انا ملي كنشوف وجهي في المرايه كنقول الحمد لله، ملي كنشوف ناس اخرين كنتلاقى معاهم في الطبيعه وجههم حالته كيكذبوا على الناس، انا درت هذا البرودوي ووجهي بياض اصفى. ما تبقاوش تستحمروا في بنادم حشومه، تستغلوا هاد البنات اللي كيتابعوكم. فما علينا غادي نهضروا نبداو المكياج ديالنا البنات. ماشي بالضروره انكم انا حتى غادي ندير هذا نتوما ديروا هذا، ديري مرطب اللي عندك، ماشي بالضروره تاخدي حاجه غاليه، تقدري ديري حاجه رخيصه يكون المهم مرطب. كاين سيتافيل، سيتافيل رخيص، الا لا ما عندكش ديري نيفيا سوفت راه كترطب. حيدي الكومنت ما علينا، غادي نبداو درس اليوم، غيكون درس على الميك اب وكيفاش نخفيو العيوب من البشره وكيفاش نحصلو. يعني واخا يكون بشرتك فيها عيوب ولكن خاصكم تفهم واحد النقطه، الفوندو تان قد ما كان كثير، ركزوا معايا البنات الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع، الفوندو تان فيه انواع. قد ما كثرتي الفوندو تان قد ما العيوب كيبان. هذه النقطه، هذه اللي كنهضروا على لا باز، الاساس ديال لي فون الفوندو تان. الفوندو تان كيف ما قلت لكم فيه اشكال انواع، اللي جبت لكم راه ما عادش نقدر نجبد كلشي، مي غادي نوريكم تاخذوا فكره. كاين هذا ديال ميك اب فريفر ما كيعجبنيش، بزاف البنات تلاحوا ليه، ميك اب فريفر ما كيعجبنيش، ميك اب فريفر ما كيعجبنيش، وكنعاود نقولها. المهم انا كخبره شحال من عام وانا قاريه هذا الشيء، الفوندو تان البنات ديال ميك اب فريفر زيرو زيرو. نديرو تجربه، الناس اللي متبعيني راه غادي يفهموا، اللي مهتمين انا نعطيكم مثال. هذا ديال غيرلا كيبان لكم انه قوي، قوامه ثقيل، كاين هو العكس. ان فوا كيتحط على البشره شوفوا تغطيه، ماشي تغطيه كيبان لك، هو كيبان لك فول كفر ولكن هو خفيف على البشره. فوندو تان ديال هذا ديال ميك اب فريفر غادي نفهمكم وغادي نتفاهموا، ملي كديريه شوفوا راه فول كفر ولكن راه ما كيغطيش العيوب، وملي كديري بحال دايره ماسك لوجهك، بحال دايره ماسك لوجهك، يعني انت خارجه
بنادم ما كيشوفش بشره طبيعيه خاليه من العيوب، لا كيشوف انك حاطه ماسك. دائما البشره شنو سميتو هذا ديال غيرلان، الناس اللي كيتبعوني من زمان راه كنت كندير الكحل ديالو، كنت كندير الاول ديالو اللي كان هو هذا القديم ديالو، واخا مع ذلك كناخذو حيت هذا تغطيتو على من هذا. انا كيعجبني هذا علاش؟ لان ما كيسدش المسام. شحال شكرتي في المكياج فوريفر؟ شوفوا فوريفر 52 اللي كاينه هنا في المغرب، ما كنهضرش على فوريفر اليوم هذا هذا الباليت. هذه ممكن ديرها وحده اللي بروفيسيونيل اللي غتعرف. كنعطيكم امثله، يعني وحده هي ما قاريهاش الميكاب، مني غدير هذا الفوندو تاع انا شوف هو بحاله بحال الاخر، حاول استامبي شوفوا الفرق. هذا شوفوا كيعطي اف ناتوريل على لون البشره ديالك، هذا بحال دايره ماسك يعني كيجي وجهك بحال يعني شادههم جيره صابغه. دابا اللي بغات تستافد كيبان كلشي ابيض، لا ماشي كلشي ابيض، لا حيت شوفي هذا ها هو راه مشى مع الجسم، هذا ها هو واخا تدمج بقى، واخا تدمج بقى ما علينا يديك على عمره ما سير الله. الناس اللي كيسولوني على لا، الناس اللي مهتمين ما كيبغيوش، اللي مهتمين اختي ما دايرهش فلتر، الاخوات اللي كيقولوا ديري فلتر اختي ما دايرهش فلتر، اللي داير فلتر راه العيوب ما غاديش تبقى تبان، هاد الحبات ما غاديش يبانوا. واخا متفقين ياك كاين فرق، برافو. كاين واحد الفوندو تاع ما عقلتش ليه كيمشي حتى هو مع لون البشره، غير عندي الفوق فخاصني نجيبو. ما علينا، الناس اللي كيبغيو سيسي كريم، غادي نوريكم سيسي كريم باش تفهموا، هو اللي كندير انا استخدام يومي اللي هو هذا. شوفوا هذا غتفهموني شنو كنقصد ليكم، الناس اللي غيفهموني راه غتفهموا. هذا كيعطي لا لوميير في البشره، يعني البشره كتولي فيها لمعه صحيه بحال البشره، يعني راها حيت البشره ملي كتكون شاحبه وما فيهاش اللمعه يعني شنو ما كيكونش الوجه صحي. علاش كنقول لكم دائما ملي ديري فوندوتان ديري فوندوتان خفيف، ديري لوس باودر اللي عندك، ماشي بالضروره راه كاينين لوس باودرات بزاف. المهم انا عندي هنا ديال شانيل، عندي ديال بيكا، عندي ديال فوريفر 52، عندي ديال ايفا غاردن، كلهم زوينين. يعني لوس باودر تقدر ديرو غير شفاف، لورا مارسي لا لوميير، برافو عليك. يعني البشره انا كيعجبني هذا، علاش دائما كتقولي فاطمه عندك واحد اللمعه في البشره؟ المهم انا اليوم ما غاديش ندير هذا حيت اليوم غادي نديرو مكياج بروفيسيونيل، كيف هذا استخدام يومي واللي ما كتبغيش تهلك بشرتها. ما علينا، شنو الدرجه؟ انا ما كنديرش درجه بيضاء، كندير لايت، لونها راه شويه سمر، وعندي درجه فاتحه بيج، ولكن ما كنديرش بزاف، ملي درتها ما بات لي بشرتي كتبان بيضاء بزاف. السيسي كريم كندير لايت، واضح؟ شنو نشرح لكم؟ عطوني اسئله باش نشرحو باش نساليو من الاساس اللي هي الفوندوتا وندوزو لا كريم ايدغاتون. راه درنا الناس اللي كيكون عندهم مسام، عفاكم البنات حاولوا البشره تعالج، مش نحاولوا نضرقوا، لا حنا خاصنا البشره تكون بيرفكت، ولكن باش تكون بيرفكت خاصنا نكونوا عالجناها من التحت. كاينين دي فوندوتا اللي ما كيهلكوش البشره، انا دابا ميك اب فريفر الناس بزاف راه يقدر يعجبهم، ولكن انا اللي كنت ندير فوندوتا اليوم وغدا طلع لي حبه ما كاينش لاش، عندي حاجه بديل اللي ما غطلعش لي حبه. وغير هذا باش كيعجبني هذا ان فيه الاس بي اف 50، يعني كيحمي من الشمس. اش نقول لكم الفوندو تاع يوميا ما ديروش. عطينا نصوروا البيبي كريم، معليش هذا قديم راه عندي واحد اخر غير خاصني نمشي نجيبو، انا حاولت حطيت هادشي. ندوزو لي فوندو تاع ثقال اللي انا بالنسبه ليا كارثه للبشره، هما هادو هذا عندي مع الكونسيلر ديالو، غادي نوريكم غير باش تفهموا. انا كنعطيكم فكره، كاين ماك هذا توا
ثقيل، هذا راه بحالو بحال ميك اب فريفر اللي هو هذا بحالو. الناس اللي كيبغيو لي فوندو تاع خفيف هاو سوتيس شي سيدو، هذا كديريه لبشرتك باش كتعرفيه راه ماشي فول كفر. بهذه الطريقه ملي كديري الفوندو تاع هكا وكيهبط يعني ماشي فول كفر. غير هذا ووتر بروف، ووتر بروف معناها يعني فوندو تاع ضد الماء، يعني ملي كديري مثلا مناسبه ولا شي واخا كتحرقي الفوندو تاع كيبقى ثابت. اللي هو هذا واخا شويه غالي ما غاليش بزاف، المهم كنهضر على انا كنحاول نعطي المستويات اللي عندي في اللايف، كل اللي كيمشي على قد جيبو على المستوى ديالو. البونس كنظن ان الاسئله واضحه، واللي ما فهمات شي حاجه من هذا الشيء نعاودوا الاسئله. المهم حاولوا البنات هاد لي فوندو تان ديال كات فون داي هدى بيوتي، هاد الشيء شي بشرتك ملي كديري لها هادو. كاين واحد اخر عندي هنا غادي نوري لكم، كاين هذا حتى هو ديال سوتيس حيت ملي مع سوتيس، سوتيس مع لا كريم بشرتي حساسه، واش يصلح لي بيبي كريم سي سي كريم؟ وي يصلح لك، ولا كانت بشرتك حساسه كننصحك بهذا. هذا تقريبا جو بونس داير 800 درهم او 900 درهم، ولكن نسيه نسيه الفوندو تاع كيدوز مده طويله كدير منه غير نقيطه، ولكن راه بشرك كتجي هكا الفن الفنون. عفاك قول لنا تقريبا الثمن، الثمن ديالاش سولي وانا نجاوبك. انا غير كمامه كمامه كتنوض فيا الحبوب لان بشرتك حساسه، يعني نتوما بحال لوكا ديالي انا هكاك بشرتك حساسه. المهم بما اننا كنشرحو نشرحو غادي ندير هاد بينيتانت الاخت اللي سولتني على نقص الوزن، شوفوا الفوندو تان باش تعرفوا انه راه ماشي فول كفر، كيبقى غادي وهابط. مالينا مخا ادي عمرتهم اليوم غسل الله صافي. سيسي كريم الثمن ديالو ما عرفتش الثمن بالضبط، ما عرفتش، ولكن شوفوا الا كانت الموند شوب هنا معانا راه عندها، الا كانت الموند شوب هنايا. ندوزو البنات، قلت لكم هاد جوج بعدو لي غادي نوريكم باش تفهموا. شوفوا الفوندو تاع مني غادي نكبو، شوفوا كيبان لكم ياك ما غيهبطش. شوفوا شوفوا القوام ديالو، القوام ديالو ثقيل بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوش. يعني ان فوا انتي كديريها نقول لكم واحد النقطه غيغطي لك، ولكن اللي غيقرب لوجهك حداك يعني هو بارك حداك ما يقدرش يشوف وجهك، يعني وجهك ما غاديش تبان لي بشره يعني صافيه. لا غير طفي، وقيلا غير طفي ما تخليش هاد غير طفي، غير طفي خلي شي يظلم الحال ونو رامي ياك سمعتوني. ما علينا ما غاديش نشوف التعاليق اللي خايبين، ما غاديش نجاوبهم حيت ماشي وقتهم، كاين الناس باغي يستافدوا. ف هدى بيوتي اللي هو هدى بيوري شنو نقول لكم، انا عندي كيعجبني الكونسيلور ديالو، كاين عندي هذا ميكا فريفر تاع اتش دي اللي هو هذا هدى بيوتي تا هو هذا ثقيل، ولكن ممكن تحطي منه نتف، هذا كونسيلور نتف نتفه، ولكن بالنسبه لي انا اللي توب دو توب هو ديجا يلا عاود شريتو حيت سالي ليا اللي من زمان الناس اللي كيتبعوني اللي هو هذا ديال ماك. كناخد انا برو لونغوير اللي باغا التغطيه تغطيه تغطيه ديال بصح، اللي عندها لي سير كتبغي تغطيهم هذا التغطيه ديال بصح. بالنسبه للبشره جافه حبيبتي، بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه ضروري من الترطيب، ترطيب ترطيب ترطيب، ماشي غير ترطيب ترطيب، يعني اولا قبل ما ديري تبداي ديري الميك اب انك اول حاجه غديريها تغسلي وجهك بالجيل ديالك. ثاني خطوه
اللي هي اديلي سيروم من بعد غادي نعطيكم الى سالينا اللايف من بعد غادي نعطيكم من بعد البشره كيفاش ترطبيها وتجهزيها. اسم العكر اللي دايره انا ما درتش عكر حبيبي درت غير هاد هذا تنت هاد ديال تنت خدابه وليت كنشوف خديت واحد جديد ما عجبنيش حيت ديالي هو قريب يسالي خديت واحد ما عجبنيش واش ولاو كيغشوا فيه راه ما عرفتش المشكل هادشي ديال الامريكان هادو هو المشكل بحال دابا انا هادو ديالي هادو صيفطتهم ليا صاحبتي اميمه شكرا على بعدا من هنايا حيتاش كانوا عندي ولكن المشكله هادو كيبغيو الناس اللي كيخدموا العريسات كيستخدموا يوميا حيت ان فوا كيقدموا لوحيهم الزباله وكيخدموا بهم الناس اللي بروفيسيونيل وما هادو ديال الالوان ما ادري اختي اسمحوا لي لما شفت التعليق بشرتي طبيعيه شنو غيجي معايا الا كانت بشرتك طبيعيه وهذا فكنصحك يا فوندو تاع هذا خفيف اولا ديري سي سي كريم شوفوا البنات راه المهم ملي غادي نديروا الميك اب راه غتفهموا الفوندو تاع ما كديريش بزاف الفوندو تاع شي نقيطه كتحاولي تدرقي البلايص اللي عندك المهم سالينا من الفوندو تاع راه حاولت نشرح لكم بعض الاشياء اول خطوه البنات كنبداو بها بالنسبه للناس اللي هكا بشرتهم مثلا بحال ديالي انا بشرتي حساسه دائما كنحاول نقلب على شي حاجه اللي ما فيهاش شي حوايج اللي غادي يضروني البشره ديالي يعني انا باغا ندير مكياج باغا نزين راسي ماشي باغا نزيد نخسر البشره ديالي وتولي كارثه اكثر ما هي علاش انا قلت لكم ميك اب فور ايفر هذا الفوندو تاع بعد يعني كل البعد حيت اليوم ما درتو مثلا كنعطيكم مثال اليوم درتو عندي شي حاجه غدي كيصبح وجهي هكا نايدين حبوبات قلت شنو اول خطوه البنات غادي ندير هذا المرطب غادي ندير نقيطه خصنا قينا نقرب لكم ياك كنحاول شوفوا كنرطب هاد البلايص اللي عندي كيكونوا ناشفين اللي هما تحت العين علاش باش منين ندير الفوندو تاع ما يجوش عندي دوك الخطوط اسم مرطب اسم مرطب واللي هو نفس ديال الكيرلان هادو هادو بجوج هو سوا اكسجين باش تكونوا فاهمين يعني اللي كيعجبني فيه انه كيوحد البشره وكيفتحها اللي هو هذا فوالا انا كيف ما قلت لكم بشرتي دهن ماشي دهنيه ميكس مختلطه فكنحاول ما كنكثرش كنحاول نخدم غير على هكا يعطيني هاد الاضاءه اللي كتشوفوا فيها ثاني خطوه اللي هي شنو هي غادي ندير غادي ندوز للبلايص اللي عندي فيهم مثلا لي سيرن تسبغات 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 غادي نوريكم يا كناخذ هادو عندي فيهم الوان بزاف عندي فيهم فاتح الغامق يعني كنشوف الكونسيلر اللي غمق من بشرتي اوكي مثلا كنجي كنشوف هذا غيبان لكم اللي هو درجته 22 بي لايت بيج هذا لايت بيج هذا سمر من نور كيبان لكم الدرجات ياك البنات كيبانوا لكم كلشي واضح فتم خلي لا مسجل حتى السيروم لورانس حتى السيروم لورانس واعر السيروم لورانس شوي هذا غامق هذا اللي غامق حنا علاش غادي نديروه انا غادي نوريكم الخطوات يلا تبعوا معي غاديش ندير الفاتح ندير اللي غامق على الدرجه ديالي ما غنديرش اللي فاتح اول حاجه كيف ما كتشوف كنجي لهاد البلايص الكونسيلر البنات ما كيجيش كيتحط هنا لا غلط كيتحط هنا
في هاد البلايص، كتشوفوا فين عندي، فين عندي لي ساغن كنحطو بهاد الطريقه ياك، وكنجي لهاد البلاصه كتشوفوا، كنجي تاني هنا هاد البلاصه كيبان لكم ياك، هاد البلاصه كنهبط هنا وكنجي هنا، كنشوف البلايص اللي مثلا عندي انا وباغا نغطيهم. مثلا مثلا انا ما كنهضرش عليا، انا ما عنديش هاد القضيه، كاينين الناس عندهم هاد البلايص هنا، هنا عندهم كيكون فيهم الكحوليه، فكتجي هنا مثلا. انا هاد البلايص اللي قلت لكم درت فيهم خالات وندمت اليهم، شوفوا نوريكم باش تفهموا، راه بغيت زعما ندير دوك بحال الزيبات كيجيو زوينين، ولكن المهم واحد السونتر المهم ما صدقوش ليا، فانا داكشي ما بارطاجيتش معكم هادشي. غادي نحاول نحط عليهم هكا، بالطريقه عندك شي حبه هنا، عندك المهم شطاش، عندك بحال دابا انا عندي هنا بحال توحيمه، ها هي الشوها لونها فيغ خضره، كنجي كنحط عليها هكا، يعني هذا كيتسمى مصحح، كيكون اللون ديالو غمق من البشره ديالك. ما عندي حتى شي حاجه اخرى هنا، مثلا عندي خالات نقدر نحط لهم هكا يدرقوا بهذه الطريقه، ولكن كيكون على خفيف. عندي خالات هنا فوالا، قلبوا لي عندنا شي خاله هنا اخرى، عندي خاله اخرى هنا، من بعد حتى هذه اللي عندي هنا غادي ندرقها، من بعد نقدر انا نوضحها ياك. واضح دابا شنو درنا؟ صححنا البشره زبيبات ناري البنات، المهم عقلو، درنا المصحح اللي هو غمق من البشره ديالنا. دابا غادي ندوز ناخذ بيوتي بلندر تكون ديما شعل الضو. رامي حبيبي، رامي رامي فين غادي يسمعني؟ رامي فين صايبتي الميكرو؟ خشي الميكرو بليدي، انا راه قدام عندي راه ما بقاش. صوري لينا الزبيبات صدقوا برقوقات، فغادي نشدو بهاد الطريقه الضو، راه بغيت نقول ليه يجيب لي الضو نحطو باش يبان لكم اكثر، حيت بدا كيظلم الحال. المصحح اظن لونه كيكون اخضر او برتقالي، لا 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 ماشي بالضروره، هذوك اللي كيكون عندهم هذاك سميتو كاركتر، اللي هو حتى هو مصحح، ولكن هذاك الناس اللي عندهم لسان كحلين او قهويين. برافو عليك، هذه خطوه البنت اللي قالت لنا هذا الشيء، برافو عليك، وجهك ما شاء الله بدا ميك اب حبيبتي، ربي يخليك حياتي. انا جيب لي ديك الاضاءه الصغيره الله يسهل عليك، خرجتي من الاخر كدير معايا القوالب انا شوف على الله يكون يبان ليكم مزيان، بقاو معايا. شوفوا واش واضح ليكم دابا، واضح دابا؟ ها ويلي اختي كنا مخبين ما كنبانوش، وي مزيان برافو عليكم بارفي الله يرضي عليكم. كيف ما درنا البنات كيف ما كتشوفوا اللون لونه اصفر، اللي هو هذا لونه غمق من هذا، لا هذا يا ربي هذا، هذا هو اللي درنا اللي غامق، واضح برافو. غادي ناخذ بيوتي بلندر وغادي نجي لهذا البلايص وغادي نبدا نطبطب طبطبه طبطبه. انا بصراحه خاصني مرايه، غادي ناخذ هذه باش نحاول نشرح لكم وانتم تشوفوا. مسحي لاكام، مال اختي بغات لاكام فيها ليدام اختي، كنضحكوا. المهم غادي نجي هنا كيف ما كتشوفوا، كنحاول نطلع هنا ونهبط لهاد البلايص، علاش؟ باش يكون عندي لون واحد فهاد البلاصه، وغادي نجي نطلع لهاد البلاصه
اوكي حبيبتي، على حسب البشره، على حسب الدرجه ديال البشره. مثلا وحده كانت حمطيه فراه خاصها دير لون بحال هكا، نوريك خاصها دير هذا اللون. راه كنحاول نشرح وندير بحال دابا اللي عندها بشرتها شويه دايره، فخاصها دير هاد الدرجات اللي هي هادو. انا ميمكنش لي غادي ندير هاد اللون هنايا، ما غاديش يجي. انتي سي ان بور تو لي جور اي ميرسي بور تو لي جور ما شيري. المهم انا كنفضل، انا ما كنديرش كاع كونسيلر بور لو هذا، يعني يوميا ما كنديرش، تو لي جور كندير غير بيبي كريم. عافاك تفدو رامي، رامي رامي يا الله، هو كيمشي يطلع الفوق لما نعرف كيخليني نغوت. رامي زين العالم حبي، صافي هكاك مزيان، حيت هاد الاضاءة صغيرة. صافي كنحاول نهبط هنا، اللي باقي لي شوية غادي نحاول نديرو الفوق غير في هذا اللي كاينه عندي هنا في البيوتي بلندر. صافي البنات ياك، غادي نجي ثاني هنا نفس البلاصه، ما تبقاوش تقارنوني مع ناس اخرين. انا واقيلا كنظن واخده دبلومات في الميك اب ومن شحال من عام قبل ما نتشهر في السوشيال ميديا. ما تبقاوش تقارنوا بنادم مع عباد الله، خليو عليكم الفتنه وركزوا. الناس اللي باغين يفهموا ركزوا، الهضره راه ما كدير والو، استافدوا اللي باغين تستافدوا. راه متفضاو اختي، خاف وقع لي يجي غالي، كتشوفو ياك شدو فيه شويه. فوالا غادي نجي للبلايص الثاني اللي حطيت فيهم قبيله الكونسيلر اليوم، هذا اللي هنا شوفو هادشي كله من بعد غادي يتوحد. يعني كتشوف انا بقيت خدامه بالكونسيلر كنحاول نغطي البلايص مثلا اللي عندنا فيهم العيوب. اشنو درتي لي سيغل؟ ماشي غير درنا هذا اللي هو الدرجه الغامقه ديال التارت، الريفيرونس ديالها ميديوم. اختي غير سيري مركزه معاك، برافو عليكم البنات. البنات راه كتمشيو الدورات وكتخلصوا عليهم زبر هاد الفلوس، فحاولوا تستافدوا الله يرضي عليكم. وبعض المرات كاين ناس اللي كاع ما كيستافدوا، علاش؟ لان ما كيكون ناس بزاف كتقدم ما تستافدوش. كيف ما شفتوا غطينا لي سير، حاولنا نحيدوا العيوب اللي عندنا. اللي دابا غادي ندوزوا للخطوه الثانيه اللي هي على حسب، كاين ناس كيف ما قلنا حنا باغين بشره تكون صافيه من العيوب خاليه من هادشي، فانا غادي نحاول نوريكم الطريقه ديال الفون دو طان. انا غادي ندير هذا صراحه كيعجبني، حيت ولات كما قلت لكم ما كنبغيش شي حاجه ثقيله بزاف في بشرتي. فغادي ناخذ هذا، ناخذ هكا نقيطه، هاد النقيطه كتشوفوا ديما كنحاول ناخذ لا كولور اللي صفراء وغتجيني مع البشره ديالي. شغلي موسيقى، اسمحوا لي انا راه كاينه لتحت ودايره ما كانت الصابون كتصب ليا في الحوايج. غادي ناخذ فنين الفرشه حتى شاغين، غادي ناخذ هذه الفرشه اللي هي هذه. اوكي فكم عفاك خلي لايف مسجل داكور ما شاري. يلا البنات ركزوا معي، غادي نجي ما غاديش نحطها ديريك الايد بايدي لا، لان اصلا الحراره ديال الايد. فغادي نجي هكا وغادي نحط بهذه الطريقة، غنخلي تحت العين وغنجي هنا غنحاول نوزع الطريقة ديالها. ماشي كتعكسو هكا لا، كنهبطو
نقرب لكم باش يبان لكم. ندوز النويف هادني في الرضاعه، المهم العنيق ما كيلاش نهلكو، غادي ندير ليه والو. بالنسبه للجبهه، الجبهه ما كنهبطوش، لا شوفوا الجبهه غادي نديرو العكس اللي هو الفوق بهذه الطريقه، بهذه الطريقه يعني الفرشه اللي كنت كنخدم بها هكا عاودت خدمت بها هكا. كنعاود هنا ننزل فوالا كيف ما كتشوفوا، خليت الفوندو تاع شويه هنا. علاش؟ غادي ندمجو بالبيوتي بلندر، غادي نطلعو الكونسيلر، حيت الا جيتو حضيتش الفوندو تاع داكشي على ديريكت بالفرشه على داك الكونسيلر غادي تولي عندك، تولي عندك كميه كثيره تحت عينيك. هذاك الفوندو تاع شو شنو غادي ندير؟ غنبدا كنوزعه باش نوحد البشره، ياك؟ طبعا ركزوا على هاد النقط اللي هنا عندنا بالطريقه، راح نخشي لكم وجهي عندك نتلح عليكم. دابا هذاك الشيء اللي باقي عندي هنا كتشوفوا، ياك؟ غادي نجي هنا وغادا ندير بهذه الطريقه اللي هي هذه. الناس اللي مركزين راه فهموا اننا دابا خادمين على لاباز، على لاباز. حتى فراسكم تروون خصني نبقى ندير لكم الاضاءه الكبيره، مي ماشي مشكل، نحاول نوريكم لي ديتاي تستاهلوا. وشنو درجه الفوندو تاع راه هكا ما كنستافدوش. لا حبيبتي انا شرحت كل التفاصيل، كنقول لكم انا الدرجه اللي كندير دائما واللي هي كتجيني دائما اللي هي البيج، هذه راها بيج نيميرو 1 بالعكس معنى الحقيقي ديال كيلو المكياج. ايوا شتي الله الا كيلو ديال المكياج. ديري الزوم، اوكي بصح برافو هاد الاخت اللي كتيدير الزوم، الله يرضيها. حبيبتي انا ما دايرهش فلتر، والله يهديكم. راه درنا هاد الاضاءه الصغيره باش يبان لكم وصافي. لا البنات اللي كانوا متبعين معنا، الاخت قالت لك كترجي الفوندو تان، البنات اللي متبعين معنا واش كثرنا لو فوندو تان؟ واش كثرنا لو فوندو تان؟ صبروا واحد الفوندو تان ما خاصوش ينشف، خاصو ضروري يتوزع ديك الساعه من بعد يشد بلاصتو. يعني كنحاولوا بما امكن البشرة توحد وتعطينا هكا بهاد التانت اللي هو يكون صافي. الفوندو تاع حبيبه ما درناش بزاف، حاولنا درنا الكونسيلر، ما يمكنش غادي نعاود نشرح. الا كنتي بغات ديري غادي نخلي اللايف مسجل، باش ما يمكنش الناس غادي نضيعوا لهم وقتهم اللي من قبيله وحنا كنشرحوا لهم. فاني من فيا ما يطلع عندي الفرش هنا كامل ما جبتش شي لاخر. فدابا غادي نخدم بالكونتور، الكونتور غادي ناخذ هاد الدرجه هادي. البنات هاد الباليت اللي ما كتعرفش تخدم بها ما تاخذهاش. انا كنعاود نقولها، كنجيو لهاد البلاصه، شوفوا كنجيو هنا، ياك؟ هاد العظمه اللي عندنا هنا
هادي كتشوفي انت عندك فين التحديد اولا فين بغيتي تدخليه. بحال دابا مثلا انا عندي هنا هاد البلايص مثلا عندي هاد البلاصه كنحاول نحددها من التحت هنا وكنحبس. الا كنت بغيت ندير هادي الدواره اللي هنا او ممكن ديري ديك الوسطانيه على حسب وجهك انت شنو كيفاش كتبغي. كل مره تقدي ديري الشكل ديال وجهك اللي كيعجبك. خصني فرشه دابا صغيره او ممكن هنا الا كانت عندك جبهه. انا كبيره نورمالمون بصراحه ما كنحملش ندير هنا ما عنديش جبهه كبيره فما كنحاولش كنحاول قالاتات كندير غير هاد البلايص. عندي هاد البلايص اليوم هنا كندير واحد السحبه شويه لي هادي هادي ندوز النويف النويف وهاد المنطقه اللي عندنا هنا خصني فرش. انا دابا ديال الاستخدام اليومي فاش انا عندي الفوق ديال الخدمه ملي ندير الخدمه بهاد صورينا الميكاب ملي تسالي حبيبي ديالي اوكي ما عنديش مشكله. بالنسبه للمسكره بغيت شي نوع زوين كاين رخيص وكاين الغالي. ارخص وحده وزوينه هادي كاينه هادي ديال لانكو وكاينه ديال تشوفيس كاين ديال بنات كاينين بزاف. غادي نجي نوريكم طريقه تصغير الانف الله يعطيك الستر ويا اختي شوفي حنا هنا فين قدر الرضاعه. كنجي على حسب طبعا الانف دائما البنات كنقول لكم هادو حيت كريميين بزاف فاللي ما كيعرفش يخدم بهم دائما كتحط بهذه الطريقه شوفون غادي يطفى ليا نو. كنجي لهاد البلاصه كنجي لهنا سوري فوندو تان عجبني تغطية فوندو تان ديال كيغلان الزين ديالي. كنجي لهاد المنطقة الثانية هاد البلاصة طبعا اللي بغى يصغر بزاف راه غادي يبان ليه مي انا ما كنبغيش نصغرو بزاف. ما توصلوش حتى لهنا حتى دازا نتوما من هاد البلاصه غادي نجيو هنا كنحاولوا نديرو بحال الظل بهاد الطريقه بهاد الطريقه صافي حد هنا دائما تحددوا غير بشويه باش يجيكم سهل في الدمج ما تكتروش. شي كومونتات راه امبوسي خليهم خليهم عندهم ما يدار. كنجي البلايص اللي انا بغيت نحددهم فمي مثلا هنا هاد البلاصة هاد البلاصة هاد البلاصة اللي عندي هنا كاينين الناس اللي كيديرو هاد اللعيبة هكا علاش كاين اللي كيبغي يدور هادي انا كنحاول نديرها ولكن كنديرها خفيفه بزاف. كاينين ناس عاجيني اللي كيبغيو يصغروا انا شوفوا المهم كنحاول نشرح لكم
تتشوفوا يعني هادي كتعطيك بحال واحد الضل كاين هنا. سالينا من هاد البلاصة. نو البنات هادي بدات كدي شارجة، مشكلة هادي. المهم شوفوا لقطة اللايف، والله ما ندير تلفوني تشارجة ونكمل لكم الخطوات، ما تخافوش. هادي ندوز اللون الفاتح، انا ما كنبغيش ندير فاتح بزاف، شوية وصافي. انا خد هاد الدرجة ياك، غادي ندير واحد الخطيط صغير هنا. وغادي نجي البلايص اللي بغاهم يتفتحوا اليوم. عندي هما هادو، عندي هاد المنطقة اللي هنا، عندي برضو هنا، عندي هاد البلاصة. علاش؟ حيت كتعطيني بحال السحب. طفات 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 طفات. ايوا يا البنات سادي ديروا شارجيوها. انا هيدا رامي اليوم غيقجني، رامي عسيرو، رامي عندو شي خدمة وما مسعيليش مروم. انا قلت المرة نعيط ليه شتو. مشكلة هادي، نجي نفس الطريقة اللي درت هاد البلاصة البنات هنا. هنا كنحاول، يعني هادو البنات اللي كيبغيو يسحبو العين ديالهم، انا ما بغيتوش تقدو، ما ديروش هاد الخطيط اللي هنا صافي. وهنا كنحاول داك البيض داك السمر. ها حبيبي هيك اسمح لي، يا ام سو سوري. تقدر ديري شافلاج، نجي لهاد المنطقه اللي تشوفوا البنات الكونتور. انا الطريقه اللي درت هذه كت هي كتحدد الفك، مي نتوما الا كنتو بغيتو نوريكم واحد الطريقه اخرى، مي انا ما بقيتش كنحملها حيت كتضعف الوجه اللي هي هذيك. كنت كنديرها شحال هادي، كتجي كتهبط. المهم ما بغيتش نديرها، المهم نجربها معكم. ماشي مش كتجي هكا كتهبطي هنا، اولا بغيتي. المهم انا دابا وجهي راه خربقته، اولا الا بغيتي كان وجهك عريض بزاف كتجي من حدا الودان وكتقسمي هكا بهاد الطريقه. فهمتوا؟ خطوات باينين، كل واحد كيمشي بالطريقه الدرجه ديالو اللي هو باغي. رامي عتق عتق عتق. البنت ما عرفتش علاش كيتقشر ليا حداني في ملي كندير مكياج، ما كتكونيش مرطبه البشره ديالك الزين ديالي باينه. كيف دابا انا روان هاد البلاصه، المهم ماشي مشكل، غادي نقادها. غادي ندوز المنطقه الثانيه ليا. غيرك انا لك ماني لا غيرك يا حبيبي. ديني انا شوفوا البلاشر اللي هو لونه هكا، ما كنديروش مره كنديرو هنا ومره كنديرو في هاد البلايص. من اليوم بما اننا حنا دايرين هاد البلاصه، الله يرضى عليك حبيبي. خشي 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 خشي، كنجي لهاد البارتي هذا كنحاول نرك. الله يشعل ضوك حبيبي. هادو اللي عندنا هنايا. المهم اليوم دايرين الوان شخبط شخبط.
حتى خليتها غير بعيد. طلع طلع شوية فوق طلع شي بان وجهي حيت مكنشوفش وجهي صافي مزيان واضح البنات. الله ينور عليك والله الا الله ينور عليك ما بقى لي كنشوفو والو. كتجي هاد البلايصة هي كندير فيها واحد شوية حمامه هكا حيت انا ديجا هنا داير جاوب صاحبتي ما شفتش الميساج ديالك قولي لي عاودي لي راه ما شفتش حبيبتي. عطينا شي وصفة حبيبي ديال اليوم درس الميكاب الناس اللي مهتمين بالميكاب الزين ديالي اوكي غادي ندوزو للدمج الخطوه اللي كنبداو بها لي هي اول حاجه شنو هي كنبداو بهاد هاد الحمار كيبقى هو الاخر غادي نجيو لهاد البلاصه غادي نهبطو كنطلعوش للفوق كنهبطو بهاد الطريقه ومن بعد كنديرو بهاد الطريقه ياك واضح كنجي تاني هنا يعني نورمالمون كتجي هاد البلاصة هاد الورا الودن كدي تهبطي بهاد الطريقة كتحاولي يعني شنو كدخلي ماشي كطلعي حيت لا طلعتي غادا هاد التحديد ما غاديش يبقى كتشوفو ياك الصوت غادي نجي لهاد المنطقة وكندمج من الفوق من الفوق هكا هكا بهاد الطريقة كندور هكا هاد الحميمة راه نخليه هو الاخر جوج جهة اخرى لان دايرة فيها خيلوطة وخاصني نشوف فاش ندير المهم متخافوش على اختكم كنجي لهاد البلاصة هي الاولى كنبقى ندمج ونطلع الفوق عرفت شو قلت لكم يعني اللي ماشي بروفيسيونيل ما يديرش هاد الباليت ما يديرش هاد الباليت انا كنعاود نشرحها دابا انا درت هادي ربطتها المهم غادي نقادو هادي من بعد ماشي مشكل الناس اللي باغي يستافدو كيستافدو الناس اللي مقابلين الهضره الخاويه هذا هو مشكل كتبقاو الله يستر هكا بلا ما تستافدوا ما ديروا الله يستر شي حاجه في حياتكم قيلوا الناس عليكم خدموا على ريوسكم انا هاد البلاصه ميمكنش ليا ندير حيت انايا ما خدمتش هكا فشنو باش غادي نحيدها نحيدها بهادي الله الله مزيان تحيدات بارفي كملوا الدمج ديالنا هاد البلايص اللي عندنا هنا هادو اللي كيبغيو يحفروا هاد البلاصه اما انا ما كنبغيش نحفر ما كنحملهاش انا كتعجبني هادي اللي درت هنايا هادي اللي عطاتني هاد الحركه اللي هي هادي مال فمك فمي دير لي الكونتور مال فمي غادي ندوز دابا نخلي هذا هنا نجي لهذا اللي درت هنا فاتح ندمجو بهذه الطريقه للفوق باش كيف ما كتشوفوا العين كتجي مسحوبه نجي ثاني هنا ان شاء الله نتمنى يكون الشرح مفصل البنات ديجا غنخلي لكم يعني تفكروا شي حاجه بدي تدخلوا اللايف ياك غادي ناخذ فرشه صغيره ديال الدمج ليا هادي الرضاعه كتطيح شاب غادي نشدو هاد البلاصه اللي درنا فيها الكونتور وغادي ندمجوها بهاد الطريقه كنحاول نخلي الشو بحال الظل كيعطينا هاد البلاصه كتولي كبيره
حتى الناس اللي عندهم هاد البلاصه هكا ما تقربش كتقرب، الناس اللي ما بغوش الطريقه يقدروا يدمجوا الفوق بهاد الطريقه، الفوق هكا كتسحبوا لبرا، ملي كتبغيو لداخل هكا راه كديروه. كنتاني كنشدو كندمجو بهاد الطريقه. هادو الناس اللي كنبغيو تصغروا هاد البلاصه باش كتحدد لينا الانف. واضح شتو الدمج؟ انا خاشي لكم وجهي باش يبان لكم. مي كيف ما قلت لكم، الناس اللي ماشي بروفيسيونيل تحاولوا تقدروا ديروا هاد الخطوات ديرهم بالبودر. الناس اللي ما كيعرفوش يعني الكونتور، حيت الكونتور راه صعيب، يعني الناس اللي ما قارنش. انا فاش كندمج كلشي كيتخربق وما كيغسل وجهي بالصابون. مسكينه داكشي اش قلت لكم، ما تحاولوش تكثروا الكونتور، راه غير شويه، غير شوفوا هاي ملي كيتدمج راه خاص يجي اللون مع البشره، يجي داكشي مقاد باين ماكياج زوين. يا عمري ياك واضح. يعني احنا خاصنا نحددوا الملامح ونبينوهم ونبرزوهم ماشي نغطيوهم. صراحة المكياج غالي كيبان على رخيص الله يرزقنا. لا 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 لا، عندي لكم نهار اقسم بالله ندير معكم هاد التشالنج، غناخدو فوندو تاع رخيص وكل شيء رخيص. انتظروا ان شاء الله، المهم دابا ركزوا معايا في الدرس. يعني كتشوفوا التحديد كيفاش كيولي، يعني بخطوات اللي هي انا واخا نخشي لكم وجهي ما غاديش يبان لكم، ياك متفاهمين البنات؟ دابا غادي ندوز لهاد البلايص هادو وغادي ندير بهاد الطريقه، نحاول نطلع لعند هذاك المارون اللي درنا الاول كونتور. دائما البنات الايد كتكون خفيفه على البشره. واضح كنجي هنا كنحاول ندمج وكنبقى غدا طالعه 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 طالعه، كنعاود نرجع كنخفف ايدي، الايد خاصها تكون خفيفه ماشي كنورك. المكياج راه ما كيبغيش توراك. رنتي عينك ميزانك واضح. هادشي اللي بقى لي هنا غادي نجي ندير هكا نتحقق منه من بالبيوتي بلندر. الكونتور ديال فمي ما غنمسحوش ولكن غندير هاد الخطوه. علاش؟ حيت انا بغا فمي نحدو يبقى محدد. نعاود نرجع نتحقق من البلايص. انا لا بعرف فتحي ولا بعرف 5000 جنيه، انا اللي يحكمني اسقف له واديله. الكبيده ديالي انا ما دايرش فلتر، واللي كيكون داير فلتر ما كيقدرش يتحرك بهذه الطريقه. كوني هانيه حبيبه ما غاديش يبانو هاد الشيء، يعني ما تبقاوش ديروا الشوشره على الناس في اللايف. واخا كنتمنى الكلام واضح. تحت النيف علاش درتي كونتور الدور تاعو شنو؟ هذا هاد البلاصه الدور ديالها اللي هي مع الفم، كيعطينا واحد الظل اللي كيخلينا هاد المنطقه داخله باش كتبان الشفه. حيت كتلاحظوا ان كاين الناس اللي ما عندهمش هاد البلاصه او ما عندهمش، الناس اللي ما عندهمش هادي ممكن كياخذوا بحال ما هكا فرشه. غندير معكم هاد الدرس مادام سولتوني. مثلا غادي نجي ناخذ المارون ليت ديال الكونتور
كتجي مثلا كنهضر على الناس اللي ما عندهمش هاد الخطوطه كيجيو لهاد البلايص هادو. اوكي كتجي هنا كتجي هنا. وكتجي كتاخد لون الفاتح كديرو هنا واضح واضح يا كل الناس. غادي نجيو هنا ناخدو الفرشة اللي كانت عندنا صغيرة كندمجو شوك اي زاد سبانت مي انا اصلا انا عندي باسكو في غادي نديرها هكا غندمجها حيت ديجا انا عندي ياك واضح. بكثرة ما صرعتش الفوندو طون ولا كيبان فحال الفلتر اكزاكتومون راه حتى الكونتور وهادشي ولا كيبان للناس راه سي فغي راه بحال الفلتر سي فغي هيدي زغب من نيف. كيضرني صراحة ما نكذبش عليكم كيضرني وبزاف فطوم راه كيطب حبيبتي فطوم ميك اب تيما الله يحفظك الزين ديالي. كيف كتشوفوا البشرة كيفاش كتجي حيت الا كان الفلتر غنفهمكم واحد النقطة كان الفلتر كيكون باين البنات شنو دارت في حناكة لي غوز درت هذا درت هاد لاكول ولكن انا كنحاول نفتح الفندق تاع ما كنبغيش داك الحموريه وداكشي ما كيجيش زوين. شنو الفندق تاعي درت هاد الفندق تاع ديال غيرلان شفت ما الينا راه شي ديك بلا كانوا عامرين كاع عمرت هذا. دابا غادي ندوزو النقطة اللي هي زوينة بزاف الناس كتعجبو ناخد تثبيت نثبتو دابا هادشي اللي حنا درناه. غادي ناخد فرشة تكون غادي نشوفو كيفاش هاد ركزو معايا انا مريضة ومتبعك حبيبتي. غادي ناخد هكا او ممكن الناس اللي ما كيعرفوش تقدو ولكن قبل ما نحط هذا غادي نتاكد ان ما عنديش خطوط بحال هكا نحاول ما نتحركش ما نديرش القسالة ونحط بهذه الطريقه. شوفوا انا ما دايرش لوس باودر ابيض كنبغيش لوس باودر ابيض كيجي الوجه مجير كنحاول انا دائما كنخدم الوجه يكون طبيعي. ناخذ بشي بلندر نزين الفوق خليطي جليطي طبطيبي طبطيبي وعاودي طبطيبي غادي نحطو بهذه الطريقه باش هنا يكون عندي ما تحركش لي المكياج فطوم خلي الفيديو يسجل اللي عارف فين كتبها سمي الدرم يقول لينا بليز جي هانسان اش من باليت البنات انا ماشي باليت هادي لوس بودر ديال بيكا غنجي هنا غادي ندير هاد الطريقة وهاد الطريقة كنحاول نثبت لوس بودر سميتو بيكا. شوفوا ماشي بالضروره تقدري ديري هذا دي شانيل غير انا حدي شانيل فاتح هذا اللون ديالو شوفوا اللون ديالو بحال الصفر. نجي هاد البيض تبيتي 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 ونحاول ندير الطبطبه علاش باش ما يجيناش الوجه ناشف ما يجيناش الوجه مجير كيجينا افي ناتوريل فوالا. غادي نطلع الفوق غير بحال ما هكا داكشي اللي باقي عندي فوق عينيا طب 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 داكشي اللي باقي عندي في الفرشة بيو 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 بيو
كتيري ولا توبالي. سيبتي حجبين ولا مازال؟ لا مازال، احنا غندوز الحجبين دابا يا اختي. شوف دابا سلينا لا تنك البنات اللي متبعين، ركزوا معايا، غادي نزيد شويه انا هدي لي رامي نيل باليت. ابي راه ما يقول لك نيل باليت، هو يعرف، هو يعرف ضحكتني هادي. بعدين بتقول لك فطه. المهم البنات اللايف غادي يطفى. دابا درنا لا تانت اليوم، انا مش اليوم، دابا الدرس ديال الوجه غادي يطفى اللايف، غادي نسجلو ونديرو لايف اخر ديال الحجبان. يلا لا غادي نطفي لايف، ضروري نطفي لايف، نطفي لايف باش نديرو الحجبان. خليكم معايا، استفدوا يا البنات بحال هاد الدروس تقاموا بالفلوس. وي ميك اب هاي دابا السيده، دابا ميك اب ارتست، يعني غتكون عارفه هادشي، راه كيتقام هادشي صافي غير بالفلوس. المهم كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه ديال لاتان كيفاش بديناها بالخطوات. دابا غادي ندوزوا الخطوات الحجبان، ولكن يتشارج تليفوني 5 دقائق ونحلوا لايف. يلا 5 دقائق البنات، 5 دقائق ونحلوا لايف.